نطلب من ربنا يسوع المسيح أن تكون هاي الأيام أيام خير وبركة على بلدنا الغالي سوريا ويحمي شعبنا، وتكون سنة 2022 سنة خير على الجميع، ويبعد يبعد عنا هاي المصاب والأخطار وجائحة كورونا. أمنيتنا للعام الحالي هي أنه يعم السلام والخير وتفك على العالم أجمع، وتفك هالأزمة عن بلدنا الحبيب سوريا، وفك الأزمة عن سوريا هي العنوان الرئيسي إلنا، ما بدنا شيء تاني يعني. أتمنى العام الجديد ما يكون مثل السنين السابقة، يكون أحسن لهالشعب هذا، ويكون حل كويس بسوريا لكل هالشعوب هدول، ويتوفر كل شيء للناس، ويكون محبة أكثر من قبل يعني.